تطورات في الأسواق العالمية. ينضم إلينا سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس وشكرا على وجودك. يعني رغم هذه التوجهات التي سمعناها من صندوق النقد وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ما زالت الأسواق الأمريكية عم بتحقق بعض المكاسب إلى جانب يعني التطورات اللي عم نشهدها في الجانب الروسي الأوكراني وعدم غياب أي فكرة لاستمرار الفيدرالي بتوجهاته نحو رفع أسعار الفائدة. ما الذي يدعم هذا الصعود اليوم بالنسبة للأسواق الأمريكية برأيك؟ نهاركم سعيد. بالفعل العديد من المتغيرات في الأسواق المالية العالمية إن كانت متعلقة في الاقتصاد أو أيضا التوترات الجيوسياسية كان يفترض أن تكون سلبية على أسواق الأسهم بشكل عام، لكن يوم أمس شهدنا ارتفاعا في مؤشرات الأسهم الأمريكية، وهذا اليوم صعدت العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية، ويبدو بأن المتداولون حاليا يجدون بأن التأثيرات العالمية أو التأثيرات الجيوسياسية والتوترات فيه أقل مما كان يخشى الكثيرون، هذا بداية. لكن من ناحية أخرى هنالك بحث عن أي فرص استثمارية خصوصا بعد نتائج أعمال الشركات الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي وتصدر هذا الأسبوع. الأسبوع الماضي شفنا نتائج أعمال البنوك واللي شملت سيتي جروب، جي بي مورغان وغيرها من كبرى الشركات المالية الأمريكية، رغم أنها أقل من الربع الأول لعام 2021 لكنها أيضا كانت أفضل نوعا ما من التوقعات. يوم أمس شهدنا أيضا بيانات من جونسون أند جونسون التي كانت أيضا أفضل نوعا ما من التوقعات، وكذلك IBM التي فاجأتنا بإيرادات أعلى من المتوقع وعائد على السهم أيضا من المتوقع أعلى من المتوقع. واليوم نحن بانتظار نتائج أعمال شركة تسلا التي ستصدر بعد إغلاق الجلسة الأمريكية مع توقعات عائد على السهم $2.25. بالتالي الأسواق المالية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية ينظر المتداولون إلى نتائج أعمال الشركات والتي تبدو على أنها أفضل نوعا ما مما كان يخشى المستثمرون، وهذا الأمر بحد ذاته حفز موجات الارتفاع في أسواق الأسهم. الآن إذا انتقلنا إلى نظرة صندوق النقد الدولي التي خفض فيها توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2%، هذه التوقعات أعطت سبب للاعتقاد بأن البنوك المركزية بالفعل تتوجه لتجديد السياسات النقدية، لكن عديد من البنوك المركزية قد لا تكون قادرة على رفع معدلات الفائدة أو تخفيض تحفيزات الاقتصادية. حتى هذا اليوم بنك الشعب الصيني لم يقدم الجديد للاقتصاد، لكن لا يجب أن ننسى بأنه الأسبوع الماضي قدم تحفيزات للقطاعات المصرفية، وبالتالي نلاحظ بأن العديد من البنوك منها المركز الصيني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زالت تدعم الاقتصاد، وخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي شجع إلى حد ما من الثقة في الأسواق المالية، وتوجه المتداولون لأسواق الأسهم خصوصا مع نتائج أعمال الشركات التي صدرت والتي ما زلنا بانتظارها خلال الفترة المقبلة من الولايات المتحدة وغيرها. نزار، دعنا ننتقل إلى الورقة الخضراء الدولار، وأنت تلحظ تراجع الدولار أمام سلة من العملات البارحة وحتى اليوم، في المقابل ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات 2018 حتى 2.9% عوائد السندات ذات العشر سنوات. سؤالي، كنا دائما يعني ننظر إلى ذلك بأن الدولار يترافق مع السندات الأمريكية ارتفاعا وتراجع، هذه المرة يحدث العكس يعني، وهذه العلاقة الطردية تتعرض ربما لهذا التباين، ما الذي حدث؟ بالفعل كما تفضلت نلاحظ بأن هنالك قليل من التباين بين أداء الدولار وعوائد السندات، تحديدا خلال تداولات يوم أمس حين انخفض الدولار بعض الشيء، فيما وصلت عوائد السندات الأمريكية أمد استحقاق 10 سنوات إلى أكثر من 2.9%، وهي أعلى مستويات منذ شهر ديسمبر عام 2018. بالنظر إلى قيمة 2.9% بحسب مجموعة CME، أغلب توقعات رفع الفيدرالي للفائدة تقع ضمن هذا النطاق، يعني عم نتكلم عن 2.5 إلى 2.75% نهاية هذه السنة. هنالك بعض التوقعات أيضا تشير لمستويات حول 3%، ومع اقتراب عوائد السندات من 3% هنا نلاحظ نوعا من التباين في العلاقة الطردية التي حكمت حركة مؤشر الدولار الأمريكي مع عوائد السندات. هنالك نقطة أخرى والتي قد أشرت لها عند حديثي عن أسواق الأسهم،
الثقة في الأسواق المالية تبدو بأنها تحسنت نوعا ما، وتحسن الثقة يقلل طلب الدولار كملاذ آمن، يقلل تصفية المراكز المالية بالدولار الأمريكي، وهذا أيضا سبب آخر جعل الدولار يشهد بعض الانخفاض مقابل سلة من العملات. هذا لا يستثني بأن الفدرال الأمريكي ما زال متوقع وبشدة أن يرفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، لكن يبدو بأن الدولار الأمريكي يشهد بعض التذبذب، بعض التصحيحات التي ترافقت مع الثقة التي تحسنت في الأسواق المالية، خصوصا نحن بانتظار العديد من البيانات الاقتصادية يوم الجمعة المقبل على وجه الخصوص، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤ في قطاعات الصناعات التحويلية، تباطؤ في قطاع الخدمات، وهذا كله يدفع لعمليات التصحيح في الدولار الأمريكي. نعم، ننتقل إلى السلع سركيس. يعني واضح أنه الذهب أيضا كان كملاذ آمن عم يقترب من مستويات 2000 دولار. اليوم برأيك التوقعات التي قدمها صندوق النقد إلى أي مدى قللت من شهية يعني التوجه للذهب وما حدث بالأمس من عملية تراجعات؟ بداية باعتقادي بأن أسعار الذهب بدأت تراجعها منذ لامست مستوى 1998 دولار للأونصة الواحدة مع اقترابها من حاجز نفسي هو حاجز 2000 دولار، وبدأ المتداولون بجني أرباح. الآن مع التوقعات الجديدة للاقتصاد العالمي التي تم الإشارة لها بخفض توقعات النمو، هذا أعطى بعض الاعتقاد في الأسواق المالية بأن التضخم ربما سيكون قريب من الذروة. ورغم اعتقادي بأن التضخم سيبقى مرتفع خلال الفترة المقبلة، لكن في نفس الوقت هذا ما تعتقده الأسواق المالية، التضخم قد يبدأ بالانخفاض خلال الأشهر المقبلة. هذا أيضا سبب آخر قلل من جاذبية الذهب ودفعه للانخفاض. الآن حتى مع انخفاض الدولار الأمريكي اليوم ويوم أمس، إلا أن الدولار ما زال مرتفع بقوة مقابل سلة من العملات، وهذه الحقيقة بحد ذاتها تضغط على المعدن الثمين، وهذا ما حفز موجات متتالية من جني الأرباح، خصوصا فنيا عندما تم كسر مستوى 1970 دولار للأونصة الواحدة، والذي كان مستوى دعم فني، فكسره حفز المزيد من عمليات جني الأرباح. نشكرك سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.